الانترفيو مع زينة. تحياتي لكم، مرحبا. هذه استوديو شمس، مازلنا مواصلين في الانترفيو. ضيفي منذ قليل كان احمد شفتر، اللي تحدث وربما فتح النار حتى على الداعمين لمسار 25 جويلية، حركة الشعب وغيرهم. في انتظار موقف حركة الشعب نواصل في الانترفيو مع ضيفي وزير النقل السابق ورئيس المدير العام الاسبق للبريد التونسي معز شقشوق. سي معز، اهلا وسهلا، تحياتي، مرحبا بك على موجات شمس فم. مرحبا بكم، اهلا بكم. شكرا، تحياتي لك سي معز. نبدا معاك من البوليميك اللي صارت واللي تفاجئنا بها في شهر اوت، واللي على اثرها حتى الاداره العامه للديوانه دخلت كطرف وقامت بالتوضيح. قبل كل شيء نبدا معاك في لب الموضوع، لانه الحقيقه فما ضبابية نوعا ما بين التصريحات، وكنت حتى وقت كنت وزير نقل من المفروض حكيت وانه الموضوع اتحل انذاك. شنو اللي جد جديد؟ شكرا زينة على الاستضافة. أنا حقيقة حبيت لو كان كنت دخلي على حاجات أخرى، لكن هذيك أحكام. مثلا احنا اليوم عندنا القضية هذه، نعم، هي قضية تهم البريد التونسي، لكن تم نقول زج باسمي، معناتها أنا كرئيس مدير عام سابق، وزج باسمي حصريا، لأن القضية هذه تبنيت على تقرير قام به مصالح البنك المركزي، تقرير تدقيق على ضوء اعلام احنا علمناهم، وفي لان ثم بعض الاجراءات ما كانتش واضحه، والتقرير هذايا رغم من هو تناول فتره 2012 2016 اكدت وعاود ناكد اليوم انا من فتره 2012 2015 لما كنت موجوده في البريد التونسي، وتم حتى حقيقه ما قعدت بيت علاش تم كان الرئيس المدير العام الوحيد اللي هو تحمل المسؤوليه هذه. حققت الاسباب اجهلها، نفس على البنك المركزي وجه اصابع الاتهام كان لشخصي، رغم انا اللي قمت باستشاف الاشكاليات هذه اللي هي فيها اطراف اخرى لم يتم دخلها في القضيه دي. حقيقة هو صار جديد اللي هو نفذة الديوانة حكم استئنافي، هو حكم نهائي لكن لم يكن، لكن ليس بيت، ثم فرق من جماعة القانون ويعرف منيح على كده، خاصة المؤسسات العمومية ما تنفذ الأحكام إلا في حكم نهائي وبيت. نعم. حقيقة في طور التعقيب، احنا اليوم جاءت الحقيقة معرفة نفذ على شخصي أنا حصريا، لم يتم التنفيذ على مؤسسة البريد، نفذ كان على شخص معز شقشوق. علاش؟ يعني ثم اسباب حبيت نفهمها. صحيح هو الحكم معناتها فيه البريد التونسي كشخص معنوي وانا كبسيط كرئيس مدير عام، لكن التنفيذ كيصير بالطريقه دي نقول ثم اشكال كبير اليوم حتى مستوى الاجراءات، وانا حبيت ناكد على انا لا قمت بامضاء كما بعض الناس لما ظهرت القلق الرئيس المدير العام قام بامضاء التحويلات هذه، انا لم اقم بتسهيل التحويلات هذه، أنا لم أقم بعمل إجراءات تسهل في عملية التحويلات. تحويلات بالأساس شكون استفاد بها سي معز؟ أي بريد؟ هي تحويلات صارت عن طريق الويستر يونيون، وصارت في إطار منشور لم يكن واضح فيه كفاية بالنسبة للبريدين. دونك احنا لما اكتشفنا هالموضوع هذا علمنا البنك المركزي وقام بتوضيح الأشياء الشيء هذايا، وفي نفس الوقت احنا قمنا بإجراء منشور تصحيحي للعمليات هذه. دونك هذا صار بالضبط. لكن الغريب في الامر انا يحمل المسؤوليه البنك المركزي والديوانه التونسيه لاحقا الى شخصي انا شخصيا، وليس كيقولوا هم يقولوا ديما كرئيس مدير عام سابق، لكن انا لاحظت ان التهم وحتى التسريبات اللي صارت في القضيه هذه من كنت وزير وغيره صارت باسمي، وحبوا تشويهي من ناحيه معناتها زج باسمي في هالعمليات هذه، كاني انا قمت بها ولا انا سهلتها ولا في التعليمات بزفير، ورغم انا ثم عدد من رؤساء المدير العامين قبلي اللي قاموا هما كانوا ما نعرفش عند علم ولا غير علم بهذه الاقدامات، لكن نفس الوقت لا يتم لا تدعائهم لا حتى التحقيق معهم. والحقيقه معناتها هذا شيء مؤسف له، لخاطر انا اشتغلت في الاداره التونسيه اكثر من 20 سنه، وهولي ما قمتش كان بواجبي، والتهمه اليوم اللي هي موجهه لي لاني حتى شيء كان اني مسؤول عن البريد، يعني وافقت باش يكون مسؤول على يعني كرئيس مدير عام على البريد التونسي. سي شقشوق، انت تقول حبوا يشوهوني، لهم تنطبق او تعود على من؟ شكون الاطراف اللي من مصلحتها تكون انت اليوم في الوضع؟ انا ما اعطيتش اهميه، انا حقيقه صحيح انا حقيقه ما اعطيتش اهميه من بدء الامر، لاني كنت مشتغل في الوزير وقعدت معك في تونس، انا اكتشفت القضيه دي كنت لما تسميت بعد اسبوع من تسميتي كوزير في الحكومه،
ولما اكتشفتها قلت ما اعطيش اهميه كبير لان نعرف لدينا اشخاص بتوصل المعلومه هذه وتقوم بتشويه، لكن الغاضني ان حتى الحملات تتواصل ومتواصلة حتى اليوم ما تمش كف عليها، وديما يحب يقولوا ان هو الرئيس المدير العام السابق في مؤسسة شوك هو اللي قام بهالتحويلات هذه، والبريد يجب حتى خلوه حتى بعيد عن القضية رغم هو القضية تهمه هو اولا، وانا كمسؤول عليه في فترة معينة أنا هي نجم نكون نتحمل المسؤولية، وأنا نعرف عندي ثقة في القضاء أنا يندرك ملف القضية ويكتب فيه نهائيا، وأنا نعرف شو عملت وشو نقوم به، ونطلب مرتبط مع عديد من الأطراف وخاصة الصحفيين أن هم يشوفوا الملفات هذه ويطلبوا حق النفاذ للمعلومة، أن أنا الحقيقة الغاضني أن تم تنمية باش أنا الوحيد له يتم محاسبتي في ملف فيه عن ما نقوله في على مستوى الإجراءات وعلى مستوى حتى التهمة اللي توجهت. معناها التهمة بالأساس اللي هي مخالفة التشريع الصرفي من المفروض تقول كانت تنطبق أو مباشرة المشمول بها هو البريد التونسي مش الرئيس المدير العام السابق للبريد التونسي. تعرف القانون تاع الصرف هذا هو قانون معناتها قديم من عام 1975 ووجه التهمة إلى البريد المؤسسة المالية ورئيسها المدير العام. أنا ما إيش ضد معناتها أنا تصير التهمة تتوجه التهمة إلى كرئيس مدير عام كمسؤول عنه، لكن لم يتم التنفيذ على شخصه ولا الحكم على شخصه هو حصريا. نعم. وما عادش عادش نذكر بكل بريد تونسي ولا كشخص معنوي وقتا تم ملابسه، تم حاجة أخرى مهمة ياسر أنا لم يتم استنطاقي ولا تحقيق معايا شخصيا وتم استدعائي في حتى بحث تحقيقي ولو توجهت لي التهم هذه معناتها اكتشفتها بحكم اللي هو صار رغم ان لم يتم معناتها اي اجراء تحقيق معايا، وهذا يظل لي فيه معناتها جانب من الاجراءات التي لم يتم احترامها، ما عطانيش حق حتى باش نرد على الاتهامات هذه كرئيس مدير عام ولا حتى كشخص. وتم انت قلت في التدوينة اللي قريناها الاستيلاء على المدخرات الموجوده عندك، هل هكا تعتبر ربما القضية تسكرت في انتظار وإنك تعاود تاخذ الطرف باش تقاضيهم ربما البريد التونسي هذا نعرف منك بعد شوية، ولكن المدخرات هذه في حد ذاتها اللي برشا ناس يحكيوا يقول لك ليه راهي مازال ما سددش الديون وراك مازلت مسال، هل سددت المدخرات هذه بدرجة أولى قبل ما نرجع للتفاصيل سددت الخطية أم مازلت مسال سي شقشوق؟ لا هي الخطيه والحاجه عاوز نقول هي 954 مليون دينار. نعم. مش 1000 دينار، يعني الناس ما برشا غلطوا في التقسيم، 945 مليون دينار ما يفوق مرتين رقم المعاملات البريد في وقتي انا، في وقت اللي كنت انا نعرف انه تم تطور رقم المعاملات البريد. معناتها اليوم لما توجه تهمه بهالطريقه دي وبنفس معناتها وقضيه بهذا المقدار هذايا الى شخص طبيعي. يقول لي مثلا حتى واحد في تونس يملك 945 مليون دينار في كونتي دي بورصة. وانا ما عنديش هالرقم هذايا وما عنديش هالمبلغ هذايا وعمري ما كسبت مبالغ الا من جرائات اللي حصلت عليهم في طار العمل نتاعي سواء كنت كان في تونس ولا في خارج تونس مع منظمة يونسكو. حقيقة انا تأسفت كثير لان اشتغلت في الادارة ونعرف الاجراءات ونعرف الادارة كيفاش تخدم وانا ولد الادارة وقمت كان بواجبي ما قمت حتى شيء، لكن اليوم يتم معناتها تنفيذ حصريا عليا ورغم ان القضيه تهم البريد التونسي هذا هو الحق اللي انا اسفت له، وذاك علاش قمت بنفس التدوينه هذيك يعني حسبت لان حسيت مظلمه حسيت ان الناس معناتها شو كيفاش انا عملت وخدمت في تونس كيفاش معناتها في الاخر تم الجزاء نتاعي. الاجراء اللي خديته سي معز الاجراء اليوم شنو باش تعمل او الاجراءات اللي خديتها في علاقه بالمظلمه اللي تعتبرها سلطه انا شوف انا مش نقول نكون صريح انا عندي ثقه في القضاء التونسي، القضيه اليوم في طور التعقيب. نعم. القضيه انا عندي محامي والبريد التونسي اذا عنده محل الحقيقه على الاغاضي معناتها القضيه مازال ما تمتش وعندي ثقة طبعا هو باش يتم كما قلت الملف نظرة الملف كامل من القضية هذه والبث فيه نهائيا. أما نحب نقول شكرا للإدارة التونسية اللي اشتغلت معها وعلى هذا الملف اللي هو كانت جزائي معناتها لما قمت بهالعمل هذا الكل وخاصة في البريد التونسي. كأنك تحب تقول وأنه نكران الجميل اليوم سي معز. يشوفوا
سامحني سمعتكش مليح. انت كي بشكرك للاداره التونسيه او للناس اللي قلت خدمت معاهم واللي قدمت برشا تضحيه للاداره التونسيه تشكرهم اليوم كانه اللوم هذا او تعتبره نكران جميل مش شكر في حد ذاته. سامحني الصوت كان غير واضح انت عارف المونتاج خارج. نعاود لك السؤال مش نشكر. هل تعتبر وانه الاداره التونسيه او البريد التونسي تنكر لمعز شقشوق في شخصه رغم ما قدمه من تضحيات ومن عمل لفائدة الإدارة التونسية؟ هذا اللي نحس به، وخاصة أنا تم إثارة القضية هي لما كنت أنا مشرف في تونس في منظمة اليونسكو. نعم. تتصور أنت لو كانت القضية هي تم نشرها وقت أنا كنت مثل في تونس ومشرف في تونس في المنظمة، لأن تعرف أنا أول تونسي أول شاب يقوم بالإشراف على اليونسكو. نعم. في منظمة اليونسكو. وهذا انا سافروا الحق، ونعرف ان ربي موجود وعندي ثقه في القضاء ما هو باش ينصفني، وان الحادثه هذه باش تولي نتواها نهائيا. سالتك في اول الحوار سي معز شكون المستفيد؟ شكون الجهه اللي قلت حبت تتشوهك بالاساس واللي خلت الوضع يتفاقم اليوم وصل لما لا وصل؟ شوف اول حاجه انا جدي خصني نقول لكم ثم حيثيات يمكن يلزمها تتنشر، يلزمها تتعرف علاش الملف، علاش قضيه كيما هكا الدوله التونسيه تشكي بروحها، معناتها الديوان التونسي اللي هي مؤسسه عموميه تشكي بالبريد التونسي كمؤسسه عموميه، هذا مش من عادات، حتى لو كان يتم تخطئه البريد هذوما يتخطاوا ما دوله في دوله، معناتها التخطئه هي ما هي في دوله باش تخلصها روحها، لكن يتم غض النظر على هذا الكل وتوجيه جميع التهم الى شخصي، وهذا انا تنكرت له وما عنديش موافق عليه. أشخاص اللي تم اللي حبوا يشوهوني لأن تعرف القضية هذه معناتها كانت باش تتحل بإمضاء محضر صلح. نعم. لم أكن أنا حاضر بين البريد التونسي والديوانة، لأن هذا هو اللي يصير، هذه الإجراءات تقول محاضر الصلح كلها لم يتم البث فيها ولم يتم الموافقة عليها ولم يتم، رغم أن معناتها أنا أول واحد معناتها كونفيرمي بيسكو أنا هو التهمة فيا معناتها مسؤول، لكن لم أحضر حتى محاضرة صلح بين البريد والديوانة، ولحد الآن مش عارف علاش ما صارتش محاضرة صلح هي بين الدولة والدولة. معناها الدولة تشكي بروحها ما تعملش صلح. باش تتخطى. وأنا من بعد نفذ عليا أنا، بعد نفذ على شخص. لانه يعني خاصة اللي هو كان رئيس مدير عام سابق نفذ عليه. هذه حاجة الأولى اللي أنا معناتها مستغرب لها وهذه أول مرة تصير. ثاني حاجة اللي هي لاحظتها أن لما عدد من المغالطة في الإعلام وفي الفيسبوك وغيره صار تم توجيه الحكم معناتها جميع التهم على شخصي أنا وبغض النظر على البريد التونسي لما كنت وزير القطاع مؤسسة المركزية والديوان التونسية ووزارات المشروعات الإشراف. نعم. معناتها اقتصروا على بيان قام به البريد التونسي لما تعاودت المغالطات في وسائل الإعلام معروفة ياسر نحبش نذكرها وبينت فتحت لي العديد من المغالطات هذه لأن معناتها كتنا برشا يوم يدهولي وقت باش على الأقل كثير مغالطات واضحة أن بالصورة وبالصوت نجموا نوقفوا عليها ونقولوا للعباد هذوما زيو رانا احنا نعرف هاو صحيح وانا ثبتوا كان تحبوا وذيك احنا غلطين. نعم. اعملوا اللي تحبوا عندكم القانون معكم. الحاجة الثانية أنا رغم معناتها المغالطات الكبيرة بشخصي حتى طرف مقام الدخل والثقة الديوانة هي الوحيدة رغم أن الديوانة معناتها تجاوب زيادة ما عطاتش بعض هبطت بيان واعتبرت نعم الديوانة البيان نتاعها كان مقتضب ولكن تقول انها باشرت اجراءات الاستخلاص الرضائية عن طريق اعلام ديوان البريد بتاريخ غرة ديسمبر 2022 ثم تم اتخاذ الاجراء الاداري للاعتراض على الحسابات المالية بتاريخ 4/2023 هنا معناها الحسابات نتاعك امام عدم الاستجابة تقول الاول لكن الاعتراض الاداري فوقتيزينا الاعتراض الاداري اللي تم الاحتياء عليه البلاغ نتاع الديوانه. نعم. هو يهم شخصي ما يهمش البريد. معناتها انت اعترضت على حساباتي الادخار انا نحط بهم فلوس عندي نحطهم في تونس على نياتي انت اعترضت عليا كشخص وحملتني المبلغ الجملي المقدر ب 945 مليون دينار. معناتها ما نفذتش على البريد التونسي. نعم. البريد الديوانه من كذا انت كي تحب تنفذ نفذ ما عندناش مشكل هذيك الدوله في الدوله نفذ على مؤسسه دخلني وانا سالتك سي معز
قلت لك شكون المستفيد؟ هل فما جهه دفعت ربما وفما خصومه ربما، او الديوانه التونسيه والاداره العامه للديوانه التونسيه باشرت من تلقاء نفسها بشكل ارادي وما فما حتى حسابات ضيقه ربما باشرت القضيه وخدمت خدمتها وآلت الامور الى ما آلت اليه اليوم؟ فما حيث يمكن سي معز كما زلت تسمع فينا ماذا بيك تغير البلاصة معانا على الخط سي معز مازال موجودة ما الصوت مانيش نسمع فيك سي شقشوق لو سي معز صوتك بعد وكان متقطع ما كناش نسمع فيك لو نسمع تسمح نسمع فيك تفضل تفضل سي معز خير نفس المشكل مازال معانا على الخط فريق الاعداد نعادوا نتصلوا سي معز شقشوق نذكركم الناس اللي خلطت علينا توا او اللي فاتها الحوار تنجموا تلقاوها كاملا على صفحتنا شمس فام في الاثناء نذكركم وانه معنا ضيفنا معز شقشوق وزير النقل السابق ورئيس المدير العام الاسبق للبريد التونسي. سي معز سالتك هل الاداره العامه للديوانه باشرت من تلقاء نفسها وبشكل طبيعي وباراده تامه والا فما طرف ربما حرك الموضوع؟ فما اطراف مستفيدة. انا نقول القضيه هي تم عاود كما قلت القضيه هي تم صارت على عند بعد التدقيق اللي قام به البنك المركزي. نعم. والتدقيق هذا فيه حيثيات انا نتمنى لو كانت تنشر حتى للعموم وخاطر علاش على خاطر حاجات معناتها اللي هي مسؤولها صحيح لكن تم اخطاء ماهيش يتحملها كان بريد التونسي ولا معز شقشوق اللي هو قام بالعمل اللي هو وبالنقد البنك المركزي عليها. حقيقة انا قعدت اندهشت من ردة فعل البنك المركزي لانه يعني قام بالتحقيق نتاعو وفي نفس الوقت كان يستدعيني حتى باش يستجوبني وانا كرئيس مدير عام لان هذا كل صار وين رئيس مدير عام ما قدرش كذا وفي نفس الوقت بعد ايامات معناتها من مغادرتي لتونس يصير معناتها الملف يمشي للديوانه والديوانه ما تقومش حتى بالبحث معايا معناتها ما تعيطليش حتى باش تستجوبني. هذوما حاسين انا مثل اللي انا بهتهم خاطر حاجات هذوما ما يصيروش في حسب الاجراءات المعمول بها وانا قعدت بيت انا كيفاش توجهني تهم بالطريقه هذه وبالحجم هذايا من غير ما يتم استجوابي وما يعطونيش الفرصه باش انا نجاوب حتى على الاتهامات كرئيس مدير عام ولا كشخص كان هما عندهم يعني راه ولا انا عندي مسؤوليه شخصيه في الحكايه. وعليها اليوم بعثت طلب، هل راسلت الإدارة العامة للديوانة التونسية؟ هل حاولت الاتصال ربما بالإدارة الحالية للبريد التونسي؟ فماشي اتصالات قاعدة تصير سي معز ولا الأمور ماشية في مسارها القانوني فقط؟ أنا بالنسبة لي أنا ما عندي ثقة في القضاء، ما عادش عندي حتى ثقة في الإدارة التونسية باش تعالج الملف هذايا، ملف عند القضاء، يكتب القضاء أن هو يمسكني يوضح الحاجات اللي هي معناتها صارت في الملف هذايا. وبالنسبه لي معناتها ما عندي حتى اشكال من صاير في الواحد اما على الاقل صلح حب نصحح المغالطات خاطر هذيك ضرتني برشا وشوهتني رغم انا كنت معناتها حبيس انا نحترم الاداره لاخر وقت وما قمت باش نتكلم في الموضوع هذايا الا بعد ما صار هالتنكيد الاخراني اللي هو معناتها الحين نقول معناتها استغربت الحق. وقتاش الموعد الجلسه القادمه سي معز في علاقه باجل التقاضي اللي انت بشرتها؟ هو حتى احد ناكد انا امتثلت القضايا وحضرت في القضيه في الابتدائي وفي الاستئناف كنت حاضر شخصيا مثل المحامين لكن انا كنت حاضر شخصيا اعرف التعقيب ما تماش معناتها الاجراءات ماهيش مازالت ما تحددش وان شاء الله معناتها تتعين الجلسات باتجاه القضاء وانا عندي ثقه ما نعاود نقولها انا القضاء في المجال هذه القضيه هي باش يرد لي حقي. شكرا جزيلا سي معز شقشوق على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا وعلى قبولك الحوار معنا.